نظيفة. على بركة الله متتبعي ومشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، أسعد الله يومكم باليمن والبركات، مباشر جديد دائما من أرض شهداء، أرض مدينة وهضزم. كيف تلاحظوا مشاهدينا الكرام، أول طلب لي أن نوجه لكم كمشاهدين ديال قناة شوف تيفي داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، بارطاجوا معنا المباشر، لأننا اليوم أمام قضية أو أمام حالة إنسانية ديال حميد. لتلاحظوا على المباشر، حميد يعاني في صمت، حميد يناشد القلوب الرحيمة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. تنتمنى منكم كل أي مغربي كان في مشاهدة هذا المباشر بارطاجي معنا، لأننا اليوم حطينا الرحال بأحد المنازل بمدينة شهداء مدينة وهضزم عند الأخ حميد. كيف تلاحظوا مشاهدينا الكرام، حميد قال لك أنهكه المرض، حميد قال لك مسكين ما بقاش قادر حتى يهضر، الهضره ما بقاش قادرها. تناشدوكم القلوب الرحيمه، تناشدو كل غيور عن ابناء لهذا الوطن باش يبارطاجيو معنا المباشر. خويا حميد دور لي الميكرو واحد شوي، دور الميكرو باش يجي لعندك. كما قلت مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تيفي، الطالب الوحيد هو انكم تبارطاجيو معنا المباشر. سي حميد السلام عليكم. السلام. كي داير خويا لاباس عليك؟ كي داير الامور مزيان؟ تنتمنى منك وتنترجاوك تفتح قلبك لجميع مشاهدينا الكرام داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. مال حميد وعلاش حميد كان تيتسوق؟ حميد كان خدام؟ مال حميد شنو اللي طرا عليه؟ حميد اخويا خدام بخير وعلى خير كايوا الناس. مرض عادي. مشيت للسبيطار هنايا عطوني ورقه نمشي لخريبكه. مشيت لخريبكه نعسوني، تيدوزوا لي فواحد الدواء باش تهبط واحد التحليله قال كلاوي طالعين. تندوز داك الدواء على اساس انني مريض وغادي نجي بحالي. من بعد هذيك التحليله قالك راه ما هبطاتش. وشنو الحل؟ الطبيبه قالك غادي تمشي تولي تصفي. شنو غتصفي؟ شناهي غتصفي؟ وشناهي هو التصفية؟ حميد ما كانش في راسو كاع هادشي، ما تيعرف هادشي ما والو. شنو غنصفي؟ شنو غندير؟ شنو هو الدياليز؟ وشنو هو هادشي؟ انا ما عارفوش. دو تيصفي ولدي ولا تنصحابو عمل ديال الدار ولا علاج هذاك ولا. من بعد صيفطوني لكازا نديرو واحد المكانه وبديت تنصفي. وليت تنسول الناس قالوا لي هاد المرض راه ما تيتشافاش منو الناس. ويعني كاين الله حميد. تقبلناه وبدينا خدامين بحالنا بحال الناس. اي لا كتبوا علينا الله ماشي مشكل. من بعد بقيت تندير في التحاليل وتندير في السكانيرات. منين جاني هذا المرض الاصل كاع، حيت ملي بديت تنصفي بديت تنكتشف ان الناس اللي معايا ما كايناش الحاله ديالي كاع. كاع الناس اللي تيصفيو حالات اخرين، طونسيون، السكر، تعفن، انا الحاله ديالي ما لقيتهاش تما، حجر في الكلاوي. منين جات الحجر؟ منين هذا الشيء؟ بقيت تندير في التحاليل وتندير في داك الشيء. حتى اخر تحليله من بعد معاناه ديال 5 سنين، تحليله ديال العظم هي اللي عطات عني عندي واحد المرض نادر شويه. هو كاين ماشي ما كاينش ولكن نادر شويه. عطات عني عندي مشكل في الكبده، خاصك تزرع فيها واحد الطريف. هي ما فيهاش مرض، ما مريضاش، ولكن خاصها تدعم بواحد الطرف، تدعم به باش تولي دير واحد العمل. هي ناقصه، ما تتنتجش البروتين اولا ما عرفتش كيفاش داكشي. أطباء اللي عارفين هذاك اللي سولت على المرض قالك ما عندكش العلاج، نوخد تبقى تجري غتبقى دورة في بلاصتك. العلاج ديالك زراعة، الزراعة من سولت عليها قالك كاينة خارج المغرب. أنا تنصحابها كاينة هنا في تيح ولا شي حاجة هنا، قلت نتقاتلو ونديروها باش ما كان نديرو هاد العملية. اللي سولت قالك أودي راه كاينة خارج المغرب، ما كايناش في المغرب وما تدارش هاد العملية. المرض ديالي سميتو اوكزالات، اللي بغى يقلب عليه ولا اللي بغى يبحث عليه اوكزالات المرض الاسم ديالو. سمحوا لي ولا تمشي ليا خويا حميد. كيف تلاحظوا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تيفي، ونحن دائما في سلسله المباشر التي نبثها عبر قناة شوف تيفي من بعض الحالات الإنسانية. قناة شوف تيفي حطت الرحال كما قلت في منزل حميد اللي تيعاني لأكثر من 5 سنوات. هو تيعاني حميد مسكين، راه كان خدام، كان تيتسوق السواق، كان تا هو تيجيب طرف حلال، إلا وأن تصاب بهذا المرض. تيناشد جميع المغاربة، جميع القلوب الرحيمة، لأن قال لك تقهرت، تمحنت، ما بقيتش قاد، حتى النعاس ما بقاش يجيني، بغيت عن النعاس وما بقاش. قادر ندير الدياليز، الدياليز دابا ما بقاش عندي الحق فيه.
حنا دابا 64 واحد في السونطر، كاع تيديرو 4 السوايع تيحيدو الكوالا ديالهم تيمشيو بخير ولا خير، كاين اللي عنده ترونسبور كاع. انا مبقيتش نقد على الدياليز، كاع الدياليز مسمكنش نديرو، ولا تلا كلت شي كاس ديال اتاي ولا شربت ميه ولا هدا تنمشي نبغي نحيدها متنقدش، تشارجيت بزاف. الحل ديالي هو الدياليز، الدياليز مقديتش عليه، مقدرتش. الزيادة ديال الدم كل شهر كل 20 يوم باستمرار، واحد الدواء غالي الاسميه ديالو البيمين اللي هو الحل، ما كاينش. شكون بغا يشريه لك؟ شكون بغا يشري لك هذاك البيمين؟ تيدير 22000 ريال. خاصك واحد من ورا كل حصه، عندي ثلاثه الحصات وما تنقدرش نكملهم. ها البيمين ها هو الكرطونه ديالي اللي بغا يتحقق منه راه يتحقق منه، راه ما كاينش كذوب. الحاله راه قدامكم، راه كلشي تتشوفوه. راه كون بقيت مني للدياليز راه ماشي مشكل، راه الدياليز ما بقاش قادر عليه. الله يجازيكم الاخوان والمحسنين الى مواصلوا هذا اللايف، وناشدوا ديال الناس ديال اوروبا ولا شي جمعيه ولا شي محسن تدخل وبغى يتكفل بيا، راني محتاج المساعده في امس الحاجه للمساعده. ولا لما لا علاش وزارة الصحة كاع ولا شي الناس مسؤولين يشوفوا من حالنا، رانا تمحنت بزاف، ومحنت دارنا ومحنت عائلتي ومحنت خوتي ووالديا وكلشي، راه مش انا اللي مريض، راه الدار كاملة مريضة. الله يجازيكم بالخير الخوت، الله يرحم الوالدي لما تعاونوا. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، كي تسمعوا هذه صرخة ديال حميد، نداء توجه حميد جميع المسؤولين على وزارة الصحة وبعض الجمعيات، تيناشد بعض الجمعيات خارج أرض الوطن، لعل الله وعسى يكونوا وقفوا معاه. تنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكون زيارة قناة شوف تيفي فاعل خير على حميد، لما لا دخل بعض الجمعيات، بعض الجمعيات خارج ارض الوطن او بعض المسؤولين داخل ارض الوطن، لعل الله وعسى تكون شفاء على يدهم او شفاء ديال حميد على يدهم. تنطلبوا من الله سبحانه وتعالى وكل شيء قريب عند الله، تنطلبوا من الله سبحانه وتعالى تكون استجابه لحميد، حميد اللي قدم صرخه، حميد اللي تيناشد جميع القلوب الرحيمه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. هنا غادي نوجهوا الميكروفون عند الاخت ديالو، الاخت ديالو تتساعدوا ديما تتعاونوا. تنتمنى منها، تنتمنى منها تفتح قلبها لجل المغاربه، ونحن كما قلت الان نبث هذا البث المباشر من داخل منزل ديال حميد. السلام عليكم اختي. كي دايره؟ لاباس عليك؟ هانيه. تنتمنى منك تقربي جل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تيفي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، المعاناه اللي تديريها مع حميد. عمرني تفرقت انا وحميد نهائيا، عمر حميد ما دارش خطوه بلا بيا ولا مشى للسبيطار بلا بيا. معاناه بغيتي تقول انا اللي مريضه، انا مريضه اكثر من حميد، ما لقيتش اللي يعاوني على حميد. تلقى الناس الخير كيقدموا مساعدات، ولكن بالنسبه للعمليه ديال حميد اللي مطلوبه ليه ما لقيتش اللي يعاوني فيها. انا بغيتك ديري واحد النداء لاحد الجمعيات خارج ارض الوطن، لعل الله وعسى تكون الاستجابه ديالهم مساعده حميد، لعل الله وعسى يديوه للخارج ويداوه تماك او يديروا لي عمليه تماك. داكشي اللي تنطلبوا، داكشي اللي تنطلب من الجاليه المقيمه بالخارج، الجاليه المغربيه بالاخص. الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير. حسبوا حميد ماشي خويا، حسبوا اخوكم كاملين. راه خاصها عمليه خارج البلاد، راه ما خليت فين مشيت لهنا المستشفيات الجامعيين مراكش الرباط الدار البيضاء كيقول لك خوك ما عندوش العمليه هنا، خوك عنده العمليه خارج البلاد، خوك خاصو زراعه ديال الطرف كبير ولا كلى خارج البلاد ايطاليا او فرنسا. الله يجازيكم بخير. اللي عنده استطاعه باش يساعدني باش حميد يوصل لاوروبا ويتعالج يساعدني، لان حميد تعذب بزاف، حميد تقهر، حميد الحريق الحريق لي نهار في رجليه من هذاك النقص اللي جاي من هذاك الكبد، نقص البروتين. الكبد ما كديرش واحد الانزيمات وما كتفرش البروتين ديالها في الدار ديالو، هذا هو اللي كيخلي حميد كيدهور عام على عام. هاد العام بزاف ما بقاش كينعس، ما بقاش كياكل، كيزيد الدم دائما
الدم دائما، هو فقر الدم دائما، فقر الدم ديما السخف وفقدان الشهيه والعياء، وهذا فقدان هذا فقر الدم ما كيخليهش يدير الحصص ديالو بحال الناس. الحصه مطلوبين فيها 4 السوايع حيت فيها 3 كيلو، عنده 3 الحصص، يلاه كيقدر يدير ساعه ولا ساعه ونص، ما كيكملش حتى كيلو، وهو مشارجي ب 11 كيلو، حتى الماء ما كيشربوش حيت ما كيبولش، ما عندوش الحق حتى في الشربه ديال الماء الاخوان. حنا اللي جا الصيف شحال كنشربو وكنحسو بالعطش، الناس كتشرب وكتشرب السوائل وكتاكل الكلاص وكتحس بالعطش. حامد اللي محكوم عليه برابع جوج كيسان في النهار، مدخلين فيهم اتاي، مدخلين فيهم جميع السوائل ما يتعديهاش، ملي يكمل هذوك جوج كيسان يحس بالعطش ولا يحس بالقهر ولا يحس بالحر، ما عندوش حق يزيد جغمه ديال الماء لا، حيت كيتشارجا، وملي كيتشارجا مستحيل يدير الوساده ويتكى، كيتخنق كرملا وجهه كل حيت ما كيبولش، داك الماء كيتجمع ليه في كرشه وفي صدره، الوقيته فاش كيتحنى كيرجع ليه كيبغي يخرج ليه من النيوف وهذاك البول، حيت ما كاينش داك الهواء اللي كيصفيو حيت ما كيبولش طبيعي بحال الناس. كرم الله وجهكم، الله يجازيكم بخير، تعاونوا مع حميد راه تزير بزاف. حميد كل غير كيدير الدياليز بحال الدياليز، حميد الدياليز ديالو ماشي عادي، الدياليز ديالو داك المشكل ديال البروتين والانزيمات اللي ما كديرهمش الكبده كيخليو طونسيو دائما باستمرار 7 4، ديالي الطونسيو ديالو ديما 7 4 كيطيح ليه، كيدخل كيعبروه في السونتر باش غادي يتبرون شي حيط 4 كيلو و 4 سوايع كيسيبوا ليه الطونسيو 7. يلاه كدوز 30 دقيقه ولا 35 دقيقه غير شويه كيدوز صافي، كيولي طونسيو 6 جوج كيفكوه، ملي كيفكوه راه مشارجي هو ب 4 كيلو ولا 5، كيرجع ثاني للدار بحال هكاك، ما يبقاش يقدر ياكل ولا يشرب، حيت اللي كلاها ولا اللي شربها غادي يعيد تزمت، غادي غير يبقى يتنفخ ويتزمت. الله يجازيكم بخير، الله يرحم والديك. الاخوان اخوان قاطعين ديار المفجر، ساعدوا حميد الله يجازيكم بخير في امس الحاجه المساعده. حميد راه مابقاش قادر يدير الدياليز، غادي يطردك. حميد راه منفوخ، حميد الوزن ديالو 50 51، اللي كنأكد 50 51 في الميزان اللي كيتعبر حاليا مع الدياليز، مابقاش قادر عليه، ولات فيه 63. حميد 4 سنين ما ناض، انا اللي كنعومو وكنغسل ليه وكنهزو، مابقيتش كنقد نهزو، وكيتجمع ليه الماء في الكرش ديالو، كتجمع ليه حتى 6 إيطرو، يعني كيولي يوصل حتى 64 65 كيلو، مكنبقاش قادرة نهزو. حميد مكيوقفش نهائيا، عندو الحريق باستمرار وانتفاخ في الرجلين مكيخليهوش يوقف. الله يجازيكم بخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي دائما في سلسلة مباشرة التي نقوم بها لنقرب جل مشاهدينا الكرام داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. كما قلت في بداية مباشر نداء نوجهه لجميع المغاربة يبارطاجوا معنا المباشر، لعل الله وعسى المباشر يجي مع أحد المسؤولين أو أحد القلوب الرحيمة أو أحد المحسنين أو أحد أعضاء جمعية خارج أرض الوطن اللي تكون تيفات الحميد، ما كرهناش يديو حميد يتعالج في الديار الأوروبية، لان قال لك العلاج الواحد ديالو هو في الديار الاوروبيه. بعض الجمعيات قال لك خاصو حميد يكون عندنا في اوروبا، تنتمنى من احد الغيورين على ابناء الشهداء تكون واحد التفاته يعيطوا لحميد يسقلوا في حميد. بصيفتك احد مراسلي لقناه شوف تيفي على اقليم خريبكا، اوجه نداء الى جميع سكان هذا الاقليم وهو اقليم خريبكا، تنتمنى منكم تكون واحد التفاته لحميد. حميد يعاني في صمت، حميد من ذوي القلوب تيناش القلوب الرحيمه، حميد كيف تتلاحظوا مسكين، حميد راه ما قدش يريح حتى الهضره، راه ما قدش راه عبزز باش هضر معنا. تفضل اختي. الله يجازيكم بخير، كاينين اللي كيقولوا لي في التليفون كيقولوا لي واش كاين كيفاش تجيبيه لهنا لايطاليا، كنقول لهذوك الناس لا ما عنديش شي طريقه باش ندخل حميد لايطاليا، كيقولوا لي خاصو يكون هنا ويتعالج، هذه هي اللي كتخلي لي الحرقه في قلبي، كيفاش نوصل حميد لايطاليا، كيفاش ندي حميد للطاليان. عيطوا لي الناس وكيقولوا لي واش كاين كيفاش تجيبيه، راه كاينين جمعيات كيديروا هذه العمليات، وصوروا لي في المستشفيات وقال كاينه هذه العمليه كدير وكدير الحاله ديال حميد، ولكن كيفاش تجيبيه لينا هنا، واش خاصو يكون هنا. الله يجازيكم بخير، اللي يقدر يوصل حميد لايطاليا، الله يرحم لكم الوالدين، شي طريقه ولا شي مساعده ولا شي خيط منين نمشي باش نقدر نوصل حميد لايطاليا، باش يدير غير هاد الزراعه الطرف ويرجع لحالاته. الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، الا ما ساعدوني كيفاش طريقه باش يوصل. كاينين الناس تاكدوا تيقول لك راه خاص هاد العمليه كاينه وممكنه، ولكن واش تجيبيه لينا لهنا، انا
ما عارفاش وما عنديش مستطاع باش ندي تماك. تنشد للقلوب الرحيمه يتعاونوا ويتساعد ويديروا اليد في اليد وياخذوا هذا الاجر ديال هذا الولد هذا اللي تعذب 7 سنين وهو كيتعذب ما كيوقفش نهائيا. كرم الله وجهكم كيدير كيقضي حاجته تحت منه ما كيقدرش ما كيستعمل لا طواليت لا دوش لا حتى شي حاجه ما كيقدر يدير حتى حاجه لا ما حيت عليا انا والوالده ديالو ما يقدر يدير حتى حاجه. جريمه ديال ما كيشرب غير الثلج كياكل الا ما جبناهش ليه يجيف يعني ما يقدرش ينوض الا بقى حتى الضو شاعل ما يقدرش يطفيه ما كيتحركش من بلاصته. الله يجازيكم بخير. كياكد الاستاذ البروفيسور اللي كشف وشخص الحاله ديالو انه الا دار هاد الطرف ديال الكبد غادي تحسن الحاله ديالو ب 75% الاخوان. الله يجازيكم بخير. على الاقل يولي غير ينوض ويتحرك ويقضي حاجته بوحدو ويشرب ميه الى عطاش. الله يجازيكم بخير. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في ندائي تنوجه لجميع المسؤولين على وزارة الصحة لأن اليوم لاحظنا عبد الحميد هو حالة نادرة تيناشد جميع القلوب الرحيمة. تنتمنى من المسؤولين في وزارة الصحة تكون واحد اتصال بحميد لعل الله وعسى تكون استجابة أو قناة شوف تي في فعل خير على هاد الناس. هنا غادي نتوجهوا باش تقول لنا الأخت تقول لنا الأخت ديالو تقول لنا الرقم ديالو. طلعي قول لنا الرقم أختي. قولي الرقم راه طالع. الرقم ديال حميد هو 06 54 62 82 79. عاودي اختي. 06 54 62 82 79. متتبعو مشاهدينا الكرام هذا هو الرقم ديال حميد. تنتمنى منكم تنترجاوكم تواصلوا مع حميد. كنناشد الاخوان المغاربه اللي داخل وخارج ارض المغرب اللي ما لقاش باش يساعد حميد وبغى يساعد حميد يساعدو غير بالبارطاج. يبارطاجيو هاد اللايف على الله وعسى واخا بارطاجي لك الاجر. واخا كتقول انا ما عنديش باش نساعدو هذاك البارطاج كيقدر يوصل واحد الانسان اللي ما شافش حميد وباغي يساعد حميد. الله يسهل عليكم بارطاجيو باش تسمع صوت حميد باش حميد يوصل للقلوب الرحيمه ربما بسببك انت باش غادي يسمع هذاك السيد ولا هذيك السيده اللي تقدر تمد يد المساعده لحميد. مشاهدينا الكرام غادي نجيو على نهايه البث المباشر. كيف تلاحظوا كان نداء ديال حميد من مدينه واتزم تيناشد جميع المغاربه داخل هذا الوطن وخارج هذا الوطن ويناشد بعض الجمعيات خارج هذا الوطن لعل الله وعسى تكون التفات الحميد. لما لا يعاونوني الاخوان المغاربه ويبارطاجيو على الله وعسى توصل وزاره الصحه في المغرب ويصيبوا شي حل لحميد. الله يجازيكم بخير. بارطاجيو توصل لوزارة الصحة باش تشوف شي حل حميد خارج أرض العلاج ديالو خارج أرض المغرب تساعدو في هذا النفاق. الله يجازيكم بخير. الله يرحم ليكم الوالدين. كيف تسمعوا هذه الصرخة ديال الأخت ديالو تتقدم نداء لجميع المغاربة تطلبكم بارطاجيو معها المباشر لعل الله وعسى توصل لوزارة الصحة ويوصلوا لبعض الجمعيات خارج هذا الوطن. كيف سمعتوا كيف لاحظتوا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في ونحن كما قلت دائما في سلسلة المباشرة التي نقوم بها من بعض الحالات الإنسانية حطينا الرحال مدينة الشهداء مدينة واتزم عند الاخ حميد. كيف تلاحظوا حميد مسكين راه كان هو خدام تيمشي للسواق تيتسوق تيجيب المصروف ديالو الا وان تيتصاب بهذا المرض النادر اللي خلاه طارح الفراش. يناشد المحسنين يناشد القلوب الرحيمه يناشد المسؤولين في وزاره الصحه لعل الله وعسى تكون استجابه على مباشر ديال قناه شوف تي في. الى هنا مشتبه ومشاهدي الكرام غادي يكون نهايه البث المباشر. اختي عندك شي حاجه تضيفيها ولا نهيو المباشر؟ كنضيف المسؤولين وزارة الصحة مسؤولين وزارة الصحة في المغرب الله يجازيكم بخير. الله يرحم الوالدين الى ما ديروا حل التفات الحميد لانه تقهر. حميد ما خلاش فين تعالج بشي تقصد العلاج بلي ملال بالجعد بخريبكا في الدار البيضاء ما اي دكتور شافو حتى تشخص في التشخيص ديالو كان في موريزكو في كازا تشخص قالوا لي ولدي من العلاج ديالك شخصوا واحد البروفيسور ديال الكيلي قال لي ولدي العلاج ديالك ما كاينش داخل المغرب. كناشدكم مسؤولين وزارة الصحة الله يجازيكم بخير. هذا المريض مواطن مغربي وشاب مغربي ما لقاش العلاج في المغرب ساعدوا على العلاج الله يجازيكم بخير. الله يرحم والديك البروفيسور كيقول الزراعة ديالك ما كايناش في المغرب. كناشد مسؤولين
وزارة الصحة باش يشوفوا العلاج الحميد خارج الوطن. الله يجازيكم بخير، ما صابش حقه في العلاج في المغرب. الله يجازيكم بخير لما ساعدوه يتعالج خارج المغرب. الله يرحمكم الوالدين. كيف تسمعوا متتابعي ومشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي، صرخة ديال الأخت وصرخة ديال حميد. حميد مسكين يلاه جا من واحد الحصة ديال الدياليز اللي تتشوفوا فيه مسكين صخفان. إلى هنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي غادي نهيو المباشر ديالنا وغتكون لنا عودة على حميد، نشوفوا حميد واش تواصل مع شي واحد ما تواصلش. متتابعي ومشاهدي الكرام، الطلب الوحيد ديالي كمراسل لقناة شوف تيفي هو أن بارطاجيو معنا المباشر لعل الله وعسى يوصل بعض المسؤولين في وزارة الصحة أو بعض الجمعيات خارج أرض الوطن أو داخل أرض الوطن أو بعض المحسنين يتواصلوا مع حميد، على الأقل يتعاونوا مع حميد ولو ماديا. إلى هنا متتابعي ومشاهدي الكرام غادي يكون نهاية البث المباشر، فإلى اللقاء إلى مباشر لاحق.